أصدقاء سبيستون، اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا جرس التنبيهات لتبدأ رحلتنا مع بيورن وباكي. نمشي نلعب نتسلى في البراري، عندما تمطر نقرأ أو نغني. كل يوم نكتشف أغراب الأشياء. بيورن وباكي دائما أفضل الأصدقاء. نحن بيورن وباكي. جو اللزج. سيكون أمراً رائعاً أن أمتلك حوض سباحة. سوف أسبح ككلب البحر، سأملأه بالماء. هذا واحد، هذا أمر صعب. المتعقبان دؤوبان يناوران لهدف بين الأشجار. راقب جيداً يا صديقي، إن جو اللزج يجب أن يكون قريباً. انظر إلى هنا، توجد آثار أقدام مشبوهة. هيا صديقي، كنت أبحث عنكما. هل ساعدتماني على جلب المياه من المضخة؟ انظري إلينا فراني، ألا ترين أننا نلعب هنا؟ نعم، نحن السكان الأصليون. لكن السكان الأصليين جيدون في حمل الماء. هم جيدون في أشياء كثيرة، إنهم مطاردون ومحاربون وفخر لأناس أحرار. هذا صحيح، نحن محاربان رائعان، لكننا لا نحمل الماء، صدقينا. انظر، هذا هو المكان المناسب، من هنا سنتمكن من نصب فخ لجو اللزج. حسناً. ضخي. يقولون أن جو اللزج يحب أن يربط أعدائه بأكثر الأشجار لزوجة ويدغدغهم حتى يغمى عليهم. مرعب، هذا غريب يا صديقي. لسنا ذاهبين للحرب، سوف نحارب جو اللزج. سوف نوقفه. جو اللزج انتبه جيداً، ها قد جاء باكي وبيورن لمهاجمتك. هذا مثير للاهتمام. حان الوقت لفراني لتصبح رائعة. نعم، مقص وخياطة جو اللزج. بقي تفصيل أخير. فعلتها. هذا مستحيل بيورن. أخبرني بأنك رأيت أثار الخطوات الغريبة. انظر هناك، جو اللزج. أجل، جو اللزج، جو اللزج. هل تعتقد أنه موجود هنا حقا؟ هو جو اللزج. أشعر بالخوف. إلى أين تذهبان؟ أنتما لم تدغدغا بعد. بيورن انتبه، هناك رصاص. سهامي تمطر كثلج. حاولوا الركض، لكن لا مكان لتذهبا إليه، فأنا سريع جداً وأنتما بطيئان جداً. أمي! لم نقصد الحق الأذى سيد جو. سيدي أرجوك أطلق سراحنا. أرجوك لا تدغدغنا حتى يغمى علينا. أرجوك لو سمحت. مرحبا فراني، اقتربي، ساعدينا، لكن كوني هادئة. مرحبا يا صديقاي، كيف ربطتما بالشجرة؟ نحن نلعب فقط، الأمر معقد. هل بإمكانك أن تفك قيدنا لو سمحت؟ إذا فعلت، هل ستساعدانني؟ بالطبع، بالقدر الذي تريدين. فقط لو سمحت أبقي صوتك منخفضا. لا أدري، ظننت أن المحاربين لا يحملون الماء. كنت أمزح معك، سنحمل لك الماء الآن. حسنا، لا بأس. أنت هي الأفضل، لكن دعينا نخرج من هنا بسرعة. سيكون من الرائع أن أحصل على حوض سباحة. سوف أسبح ككلب البحر. قريبا سوف ينتهي هذان الصبيان الساذجان من حمل كل مياهي.
لقد تعبت من هذا. ما هي كميات المياه التي ستحتاجها؟ هل يمكننا أن نهرب من هنا يا بيورن؟ حسناً أظن. دعنا نتسلل وكأننا من السكان الأصليين. جول لزج يريد 4 دلاء ماء أخرى، ثم بإمكاننا جميعاً أن نسمع. نعم. أهلاً بكم إلى العرض المائي لجول لزج. بإمكانكم أن تدعوني بالذكية، بإمكانكم أن تدعوني بالفضة، لكني أملك بركة سباحة. أصدقاء سبيستون، نتمنى أن تكون مغامرتنا لهذا اليوم قد أعجبتكم. اضغطوا زر الاشتراك لتشاهدوا حلقات بيورن وباكي الجديدة.